بالنسبة يا جماعة للاستغاثة اللي كانت جاية لنا من شوية بخصوص قطاع المياه في فيصل اللي كلمتنا عليها الحاجة فاطمة، اللي هو حسن تواصل مع زملائي في الكنترول وقال ان في عربية مياه يا حاجة رايحة لكم الشارع حالا دلوقتي لحد ما تتحل المشكلة. انا بس يعني بقول لحد ما العربية توصل وان شاء الله بطمنكم. وشكرا ليك وشكرا جزيلا طبعا للي هو حسن عبد الغني، يعني اللي ما بيتأخرش علينا ابدا في الاستجابة. طيب هي طيب